بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء تحية لحضرتك ولمشاهدين قناتك الموقرة. الكل يعلم بأن هناك اتفاقية استراتيجية بين العراق وأمريكا لوضع التحالف في العراق عام 2014، وكان هناك أسباب لوجود هذا التحالف أيام الهجمة الداعشية على العراق. بحد ذاته هذه كانت اتفاقية استراتيجية ليست بعيدة المدى وإنما محدودة بزمن معين، وهناك اتفاق بخصوص مواثيق معينة دبلوماسية. بحد ذاته أمريكا عندما خرقت الأجواء العراقية وضربت المدن العراقية وضربت المفاصل الأمنية وخرقت المقرات الحشد الشعب، بحد ذاته قد خرقت هذه الاتفاقية وهذه الدبلوماسية المتفقة بين العراق وأمريكا. هذه أنا باعتقادي أن هذه الخرق الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية قد ولد هناك فجوة في الشارع العراقي برفض التواجد العراقي في العراق في المقرات التي تدعي بأنها مقرات للاستشارات والتدريب العسكري. بحد ذاته هذه المقرات هي ثكنات عسكرية تقود منها معارك ضد المقرات الأمنية العراقية والفصائل المسلحة التابعة إلى الحشد الشعبي. الكل يعلم أن الحشد الشعبي هو أحد المقرات الأمنية وأحد الفصائل التي تنتمي إلى الحكومة العراقية وإلى وزارة الدفاع. طيب اسمح لي فقط أن أقاطعك بهذه النقطة. ذكرت حضرتك بأنه خرقت اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيتها ودبلوماسيتها مع العراق نتيجة لمهاجمتها اليوم مقرات للحشد الشعبي. بالمقابل اليوم بغداد لم تستطع حماية المصالح الأمريكية في العراق، فواشنطن، هذا رأي واشنطن، ارتأت بأن تدافع عن نفسها، ويعني ما فعلته كان ردة فعل على مهاجمة المصالح الأمريكية في العراق. أنا أعتقد أنه المقاومة العراقية الشريفة الموجودة هي تضغط بالقوات والمقرات الأمريكية والسفارة الأمريكية ليس وليدة اليوم، ولكن هناك التصعيد الذي حصل من بعد 6 أكتوبر ما بعد إسرائيل وغزوها إلى غزة، وهناك الضربات الموجعة إلى أهالي فلسطين. بحد ذاته قد ولد هناك رفض شعبي وجماهيري بأن تكون هناك مقاومة، لأن الكل يعلم بأن أمريكا اليوم هي التي تساند. يعني إذا توقفت الحرب هل ستتوقف الضربات؟ أعتقد أن هناك سوف يكون تصعيد من القوات المقاومة الشريفة في العراق لرفضها التدخل الإسرائيلي والأمريكي في ضرب غزة، ولذلك من بعد 17 أكتوبر إلى الآن أكثر من 115 ضربة وجهت إلى أمريكا في العراق وغيرها من اليمن وسوريا ولبنان هنا وفلسطين. أعتقد أن هذه الضربات كانت موجعة التي بحد ذاتها أخذت الأمريكا على حد ذاتها بردح هذه المقاومة وضرب المقرات الأمنية والمقرات الحشد الشعبي في العراق. طيب يعني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال بأنه الحكومة شكلت لجنة مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في البلاد، وأن مبررات وجود قوات التحالف الدولي في العراق والتي تتمثل بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي لم تعد موجودة. أيضا عندما شكل الحشد الشعبي شكل للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، هل هذا أيضا ينطبق على الحشد الشعبي أو ماهية بنية الحشد الشعبي؟ لا بالعكس، بما أنه انتهت مهمة القضاء على داعش، لم يبقى هناك داعش. اليوم الحشد الشعبي أصبح أحد المسلكة العسكري في وزارة الدفاع. اليوم الحشد الشعبي لا يأتمر بأمر شيء آخر. اليوم الكل تابع إلى وزارة الدفاع بأمر رئاسة الوزراء، وهذا التحركات التي ليس تأتي باعتباطا. اليوم الحشد الشعبي أحد مقومات وزارة الدفاع ويأتمر بأمره. اليوم الحشد الشعبي هناك له سبق وأن أخرج داعش من الأراضي العراقية. هذه القوات التي الآن تمسك الأرض وتسيطر على المحافظات التي نوعا ما قد يكون فيها هناك خرق أمني أو ما شابه ذلك، على رئيس الوزراء أن يتخذ قرار جدي وآني في استحصال من مجلس النواب أمر بإخراج القوات الأمريكية من العراق لعدم الضرورة. اليوم أعتقد أن هذه القوات الأمنية العراقية
العراقية التي موجودة اليوم في الشارع تستطيع حماية أراضي العراقية والحدود العراقية بعيدا عن التحالف الدولي والقوات الأمريكية التي تدعي بحمايتها. الكل يعلم بأن وجود القواعد الأمريكية اليوم في العراق ليس للتدريب وليس للاستشارات الأمنية، إنما فقط تخرج هناك لحماية مصالحها الشخصية الأمريكية في العراق وفي المنطقة. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من بغداد المحلل السياسي محمد صلاح، شكرا جزيلا لك من جديد.